يجيو يشوفوا هذه الحاله. راه ولادنا ولاو في خطر، راه تيزفوا عليهم بالجاج، تيزفوا عليهم بالحجر، راه العساس كان العصا، راه العساسه ثلاثه كانوا في الجرده كانوا العصا ومشاو فحالهم. الناس مكرفسين، تنكونوا قاعدين مع ولادنا وتتسمع حاشاك الكلام الخايب ود المعيار وحاشاك ماشي جرده هذه، راه ماشي كلشي الجرده ديك ديال الناس يقعدوا تيقعدوا الجرده الناس هاد الجورنا هنا، راه ماشي حاجه كان السبان والكلام الخايب والفساد في الليل حاشاك وكلشي كلشي كلشي تيوقع هنايا، كلشي تيوقع هنايا. انت شوف الجرده جراو على العساس الاول، جراو على العساس الثاني الثالث، وما كيما نقول لك هنايا راه المنكر لا لا عليه، المنكر ما لا لا المنكر تتسد، لا ما تتسدش ما تتسدش هنايا، راه حاجه كاع تيوقع هنا المنكر في الليل. لا كي تجروا وليداتكم؟ وليداتنا راه عايشين هنا في الجحيم، هنايا الولاد عندنا، الولاد عندنا راه عايشين في الجحيم، راه المسجد والباحين دخلوا لي بالحجر هنايا، الجامع بيت الله بيت الله. الجامع تاع درب سيدي مسعود، الجامع تاع درب اللي قريب للسكينه تاع درب سيدي مسعود بالحجر. الامام تيتشكى حتى هو، كل شكى ماشي رانا، كلشي السكينه تتشكى. هنايا درب سيدي مسعود قدام درب سيدي مسعود، تتوجه نداء للمسؤولين، المسؤولين اخويا يديروا شي حل لهاد الجزاره هادي. راه ماشي جردة، كل البلدية دارت شي حاجة اللي تدخل فيها الفلوس، شي حاجة اللي تمثل الجردة. اش معناها الجردة؟ شوف الجردة حاشاك المنكر، علاش هي المنكر؟ وتنكونوا قاعدين مع والدينا وتنسمعوا الكلام الخايب وحاشاك ومع ولادنا ومع كل شيء تنسمعوا الكلام الخايب. بالليل كتكون فيها نايت كلوب، كاع فين ما بغى يشرب شي واحد شي قرعة يجي تخشى هنا، وبالنهار راه تتكون واحد الهمجية، الناس يجيبوا ولادهم لهنا ماشي باش الناس ماشي باش يجيو يديروا. لا شوف هي دوك الشيء يقول لي راه كاع حيدوهم من بلايصهم، والبيبان جا ولا الشيء يقول لي كاع ترتقوهم وتيزفوا على الناس في الصلاة وتيزفوا على الناس في كل شيء. هنا راه من الحسن تسد، راه كاع الناس مضرورين من هذا الشيء يقول لي، كاع الساكنة هذه راه مضرورة من هذا الشيء يقول لي، هاد الشيء راه ما في صالحش هاد الساكنه هادي. تنوجهوا للسلطات الله يجازيهم بخير ويرحم لهم الوالدين، يجيو يشوفوا هاد الحاله، راه ولادنا ولاو في خطر، راه تيزفوا عليهم بالجاج، تيزفوا عليهم بالحجر، راه العساس كان العصا، راه العساسه ثلاثه كانوا في الجرده كانوا العصا ومشاو فحالهم. يعني هاد الجرده راه خصها عساس، ملي خرجوا العساس مشاو في حالتهم، راه بقات بحال الخلا، راه ما بقاتش جرده. يعني ولا يسدوها كاع، هاد الشيء تنطالبوا منهم الله يجازيهم بخير، غير يسدوها كاع ولا يجيو يشوفوا لها شي حل. وتنشوفوا الناس الحارق الحريق الزبل، الناس يجيو يباتوا، حيدوا دوك الزعلولات خباوهم الاساس على قبل الدراري الصغار حيت تيطيحوا من فوقهم، تيجيو الكبار تيتعلقوا واحد شويه تنشوفوا فرعوا الحيط وجبدوهم وعاودوا علقوهم وتيتعلقوا فيهم ثلاثه اربعه وكبار. وهذا متنفس للوليدات لينا كاملين، لينا كاملين اخويا كاملين تنقعدوا فيه من العشية للعشية، تيخرجوا العيالات بوليداتهم برجالتهم تيقعدوا، يعني بلاصة نقية نقية ماشي سميتو دابا لا حول ولا قوة إلا بالله. الإمام داخل سميتو المسجد كيزفوا علينا بالحجر، الباب ديال الجامع كيزفوا عليه بالحجر، راه هذيك السيدة الحارسة هي هنا ديال المدرسة راه شافت كل شيء، والناس راه كيشوفوا كل شيء هنايا، راه كيزفوا علينا بالحجر. ما كاين عساس هنا؟ وما كاين أخويا لا عساس لا والو. راه نهار جات الجردة حلينا والله إلا فرحنا ليها، فرحنا ليها ولينا شنا الناس كيريحوا وشنا الوليدات كيلعبوا، ولكن على الآخر ولا الحجر كيزفان ولا كيزفوا علينا بالحجر. قال ما كاينش العساس، نهار كانوا ذوك العساسة ديال الطاشرون اللي كان المقاول، راه كان شوية الهيبة. نهار اللي تحيد سميتو نهار مشى الطاشرون اللي كان شادها، نهار مشى صافي ولات صاردة غير سايبة هكاك صافي. نقول لك حنا متضررين بزاف بهاد الجرده، الصداع والمشاكل والمدبزه تاع الدراري، وكيطلعوا تينقزوا لينا تيطلعوا يطلعوا علينا في الدار، ما مشاكل وصافي. اش غادي نقول لك؟ الزبل لا اله الا الله، الزبل ما تنعس ما تشوفوا لا اله الا الله محمد. زعما هاد الجرده داروها للدراري باش يلعبوا شويه ويرتاحوا، ولكن ماشي في المستوى اللي كيقولوا الناس. لا تنسى الاشتراك في القناة ووضع علامة لايك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أخبار.